السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ تيما. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. وبغيت قبل ما نبدا الفيديو دائما نشكركم على التعليقات ديالكم الطيبة والمشجعة، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نبقى دائما عند حسن الظن ديالكم. فبالنسبة لوصفة اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فيها زلابية بحلة جديدة غنديروها بدون بيض بدون اختمار وبثلاث مكونات اساسية. بالنسبه للشكل ديال هذه الزلابيه فانا استلهمت من قنوات هنديه كيف كتشوفوا، حاولت نطبقه ولكن مقادير بسيطه من نظرا لانهم في بعض الاوقات كيديروا مقادير اللي ما متوفرش عند كل سيده في البيت ديالها، فلذلك طبقته بطريقتي وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه لانها صراحه جات لذيذه بزاف وسريعه في التحضير وما فيهاش مكونات كثيره. وقبل كيف العاده ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب الى عجبتكم الوصفه وتقاسموها مع المعارف ديالكم مع الاصدقاء وايضا الاشتراك في القناه. ونخليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا الكاس ديال الدقيق مع كاس لاروب ديال الماء ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. هادو هما المكونات الاساسيه، وباقي المكونات فكتبقى اضافات اللي نتوما كتضيفوها باش تنكهوا العجين ديالكم. كندير الدقيق في اناء وغادي نضيف عليه الخميره ديال الحلوه وغادي نضيف الماء. انا درت كاس الا ربع ديال الماء، ولكن دائما الماء كيبقى على حسب الدقيق يعني نضيفه تدريجيا. كندير واحد القبيصه ديال الملح ضروري منها، كنمزج الدقيق مع الخميره وكنبدا كنضيف الماء. كنضيف الماء شويه بشويه وانا كنمزج حتى كنحصل على الخليط اللي كيكون سائل تقريبا بحال الخليط ديال الكريب. كنضيف الماء شويه بشويه. انا كيف كتشوفوا كاس الا ربع هي الكميه كامله اللي خدات ليا، وهي صراحه اللي كتكون في العاده. حصلوا على خليط داير على الشكل ديالو على شكل هذا القوام، الا كانوا عندكم فيه شي حبيبات فصفيوه. ومن بعد كنبداو نضيفوا الاضافات، يعني الاضافات كتبقى كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا ضفت شويه ديال النافع، سهدت شويه وطحنته وغربلته باش ما يكونش عندي شوائب في الخليط. ايضا ضفت القليل من القرفه وغادي نضيف قليل من الملون الغذائي. بالنسبه للملون الغذائي فكيبقى اختياري انا باش كتعطينا هذاك اللون، وايضا كيجي داك المنظر ديالها جميل. فبالنسبه كيف قلت لكم ملون كيبقى اختياري كل واحد على حسب الرغبه ديالو. ممكن ان هذاك الماء الاولاني ديروا فيه الزعفران شعره وتخليوه يسخن ومن بعد تيبرد وتصيبوا الخليط ديالكم. دابا كيف كتشوفوا الخليط دابل ديالي واجد. غادي نحتاج القرعه على هذا الشكل هذا لكن اللي كيكون عندنا نديرو فيها لي صوص. ممكن انكم ديروا قرعه عاديه ديال شي مشروب عندكم ديال الماء اولا ديال مشروب غازي تكون بلاستيكيه وديروا لها ثقب في الاعلى ديالها. انا هذه درت لها القمع بحال هكا وكنخوي فيها الخليط كامل باش نبدا نشكل الزلابيه ديالي. بالنسبه ليا انا فانا درت كميه اللي هي قليله، يعني اللي بغى يضاعف الكميه ممكن يضاعفها، ولكن هاد المعسله هي سهله في التحضير ديالها، فممكن انكم يعني تقريبا حتى يقرب وقت الفطور ما بقاش لكم بزاف وتوجدوها وتقدموها ديك الساعه تعسل وتقدموها مع الفطور، فهي سهله بزاف وما كتاخذش مجهود ولا وقت ديال الاختمار ولا شي حاجه، يعني مباشره كتخدموا بها. فانا هنايا عندي الزيت سخنات لي على النار، النار اللي هي متوسطه، وكنبدا كنشكل. كندير في الاول دائره كنسدها، ومن بعد كنبدا ندير دوائر على الجوانب ديال ديك الدائره. انا هنايا دوك الدوائر درتهم كيشوفوا لداخل، يعني الورده جاتني في حاله مسدوده. هنايا درت الدوائر كيشوفوا على برا. وبالنسبه لدائما ملي كندير دوك الدوائر كنركب وحده على وحده، انا كندي ندور بيديا وانا كنركب وحده على وحده، يعني هي غير مع الممارسه غادي تبدا تجيكم سهله. كيف كتشوفوا كنبقاو دائما كنديروا ديك الدائره الاولى كنسدوها، ومن بعد كنبداو نديروا دوائر كتجي وحده قابطه في وحده، ويعني ولو تخسرات لكم شي وحده فكتحبسوا وتعاودوا تكملوا. بحال دابا انا هنايا هنا غيتلاصقوا ليا، غنبقى حتى ندفع هذيك ونكمل هذيك الورده، كنزيد لها داك الجزء اللي كيبقى خاصني وكنكمل يعني بنفس الطريقه. الطريقه راه هي سهله وموضحه، واللي بغى يدير الخليط في جيب حلواني فممكن انه يديره. فانا كنبدا كندير بحال هكا وردات كيشوفوا لبرا، يعني اليد ديالي كتشوف لبرا، ومجرد ما كنكمل كنخوي عليهم هكا شويه الزيت فهما كيتنفخوا واحد شويه. بالنسبه لي انا راسي درتو رقيق، بغيتهم يجيوني رقاق. اللي بغات السيده اللي بغاتهم يجيو غلاط فانتوما كتوزعوا هذاك الثقب على حساب نتوما السمك اللي بغيتو.
وكنكمل يعني التشكيل ديالهم دائما بنفس الطريقه. دائما كندير ورده كنسدها يعني كان من البدايه حتى النهايه، ومن ندير دوائر متصله، وكل دائره كتجي راكبه على الدائره الاخرى، كل دائره كتجي راكبه على الدائره اللي قبل منها، وانا كندور يعني مع ديك الدائره كامله حتى كنكملها. في ساع كيطيبو يعني ما كياخذوش وقت بزاف، لانه انا استخدمت هذاك الراس اللي هو رقيق. ملي كنشكل هذوك الوحدات كلهم ديال الزلابيه كنبقى كنقلب فيهم في الزيت باش هكا الزيت يدخل لهم الجوانب ديالهم وكيتجعبوا. واخا هما رقاق راه كيجيو مجعبين من الداخل، وكيجيو باش ملي نحطهم في العسل كيشربوا العسل. كيف قلت لكم يعني كل سيده كدير هذاك الثقب ديال القمع كديروا على حسب الرغبه ديالها. ممكن انكم ديروا في جيب حلواني ومي تبداو كتشكلوا فيهم، فانتوما كتشكلوا فيهم على حسب السمك اللي نتوما بغيتو. من بعد ما انا في الجانب كيكون عندي عسل اللي هو بارد، ولكن القوام ديالو كيكون خفيف شويه، ما يكونش القوام ديالو ثقيل باش هكا ما يهرش لينا هاد الزلابيه لانها كتكون رقيقه. مجرد ما كيتقلاو كيوجدوا كنهزهم بالوحدات كنسقطرهم شويه من الزيت وكنوضعهم في العسل وكنبقى كنخوي عليهم العسل. انا هنا الوصفه ديال العسل اللي غادي ننزل لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل هي اللي خديت القليل من العسل، كان عندي القوام ديالو ثقيل صيبته على الشباكيه وزدت ليه القليل من ماء الزهر وسخنته على النار وخليته حتى برد، وهو اللي كنطفي فيه دابا هاد المعسلات اللي ما كيحتاجوش العسل ثقيل. صافي كنرجع للمقلاه وكنكمل الوحدات ديالي كلهم بنفس الطريقه، ومنين نقرب كنهز هذوك نوضعهم في الجانب وكنوضع وحدات اخرين اللي ما بغاوهاش معسله بزاف، فممكن انه ما يخليهاش بزاف العسل باش ما تشربش العسل بزاف. كيكون هذا هو الشكل النهائي، كتجي صراحه معسله وكتجي لذيذه، وايضا شكل مختلف على الزلابيه يعني اللي كنديروها بشكل دائري. وبالنسبه للخليط فهو ساهل في التحضير يعني بدون اختمار وايضا بدون بيض باش نتجنبوا هذيك الزفوريه اللي كتكون ديال البيض، وكتجي من الداخل معسله ولذيذه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتضغطوا ايضا على زر الاعجاب، تقاسموها مع المعارف ديالكم مع الاصدقاء. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.